رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لجولتنا في السوشيال ميديا. هنبتدي مع وائل جمعه، صخر الدفاع النادي الاهلي السابق اللي علق على اختيار مجله فرانس فوتبول للنادي الاهلي ضمن افضل 30 نادي في العالم، وكتب على تويتر: كبير يا اهلي ودايما مع الكبار. كمان كتب محمود فايز مدرب المنتخب السابق على تويتر: مبروك للنادي الاهلي المصري، مبروك لمصر ان اسم بلدك يكون وسط اكبر القوى العالميه الكرويه في اكبر الصحف الاوروبيه فرانس فوتبول، يعتبر انجاز عظيم، جيل بيسلم جيل. وفي ذكرى رحيل واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار الحارس الكبير ثابت البطل، كتب محمد ابو تريكه نجم النادي الاهلي السابق على تويتر: رحل الكابتن ثابت البطل وما زالت ذكراه يحييها عشاقه في كل مكان، بعدما جسد بتاريخه ومبادئه اسطوره خالده بين جدران النادي الاهلي، جعلته راسخا شامخا في قلوب الجماهير بعدما رحل، وصادق حين قال قبل وفاته بيوم واحد عن سبب تواجده في النادي وهو مريض: لو مشيت من هنا تعب اكتر. كمان كتب شريف عبد الفضيل على تويتر: رحم الله الأسطورة والرمز الكابتن ثابت البطل، أحد أعظم من جسدوا اسم معاني الانتماء والعطاء. صورة لي على تويتر أثناء ما تسلم جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني، وكتب: لحظة فخر كبيرة في مسيرتي الحصول على جائزة أفضل لاعب محترف في الدوري الممتاز اليوناني، شيء خاص جدا بعد أن عملت بجد لكي أكون هنا، شكرا لكل من آمن بي، إلى النوادي اللي لعبت بها والمدربين وزملائي وعائلتي إدارتي وجميع المشجعين. كمان نشر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيلي صورة من قديمة لي على الانستغرام، وكتب: هذا أنا بعد أن خرجت البرازيل من كأس العالم 1966 في إنجلترا، تعهدت أبدا ألا ألعب مرة أخرى. الدرس المستفاد هو أنه يجب ألا تخاف أبدا من تغيير رأيك. أما الإيطالي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان فنشر صورة على تويتر من مباراة مانشستر يونايتد امبارح في دوري أبطال أوروبا، المباراة اللي انتهت بفوز فريق العاصمة الفرنسية 2-0، وكتب: فوز عظيم في ملعب صعب للغاية، لكن يجب علينا ألا نفقد التركيز، في 6 مارس سيصل مانشستر يونايتد لباريس لتعويض النتيجة، يجب علينا أن نكون مستعدين. كمان نشر كيمبمبي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي صورة على تويتر لاحتفاله بإحراز الهدف الأول، وكتب: مسرح الأحلام. نشر كمان كيلين مبابي صاحب الهدف الثاني صورة على تويتر، وكتب: فوز رائع، نلقاكم في حديقة الأمراء. كمان أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان نشر صورة من المباراة على الانستغرام، وكتب: سعيد بالفوز الجميل، ما زال أمامنا 90 دقيقة لمواصلة العمل لما هو قادم، مبروك للفريق. داني ألفيتش كمان نشر صورة من المباراة على الانستغرام، وكتب: من أجل القيام بأشياء عظيمة لا يمكننا أن نكون راضيين عن الإنجاز، فالفريق العظيم هو الذي لديه القدرة والتواضع والنضج للعودة لإثبات قوته خطوة خطوة، في يوم من الأيام يمكننا الوصول هناك، القوة والتركيز والإيمان يمكن أن تقودنا للهدف. كمان إيدرسون كافاني والغاب عن المباراة للإصابة نشر صورة على تويتر، وكتب: فخور بكم. وعن وفاة الحارس الإنجليزي الكبير جوردن بانكس كتب النجم الإنجليزي مايكل أوين على تويتر: من المحزن أن نسمع أن جوردن قد توفى عن عمري يناهز 81 عام، كان من دواعي سروري الالتقاء به عدة مرات، وكان أحد الأبطال الحقيقيين للعبة، ناهيك عن كونه واحد من أعظم حراس المرمى في كل العصور، أرقد في سلام. أخيرا نشر هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي منتخب إنجلترا فيديو للحارس الراحل على تويتر، وكتب: حزين جدا لسماع نبأ وفاة جوردن أسطورة في كرة القدم الإنجليزية والفائز بكأس العالم وصاحب واحدة من أفضل التصديات في العالم، أرقد في سلام. تعالوا نشوفوا الفيديو مع بعض.